مدام جندال، لو سمحتي نادي لها لكنتك، رح يخلص وقت المراسم. ما في داعي تاكلي هم حبيبتي، أكيد راحت لحتى تجيب أغراض للمراسم وما بتشوف فيها إلا إجت. لا تشغلوا بالكم. ستي أنا آسفة، بس الطريقة يلي راحت فيها حماتي من هون عم تخلينا نفكر إنه هي ما عاد رح ترجع لهون مرة تانية، صح؟ طبعاً. أكيد. جودان ما بتعمل هيك أبداً، أصلاً هي وعدتني إنها رح تعمل المراسم وإنها رح تقرأ القصة، وأكيد هي رح توفي بوعدها. بس يا مدام، بلكي تأخرت كنتك وما أجت بوقتها، شو بتساوي؟ بعتذر عن يلي بدي أقوله، بس أنا سمعانة كتير حكي عن كنتك جودان، سمعانة أنها ما بتعرف تعمل أي شي ولا بتعرف شي. ايه معك حق. طيب يا مدام، ليش ما بتطلبي من دورجا تقرا القصة؟ مو هي اللي بتقراها كل سنة؟ ايه صح. يلا ستي، اذا بتريدي وافقي، كلهم بدهم دورجا اللي تكمل المراسم وهي اللي تقرا القصة. ماشي ريا. انت حاضر تيتا. افتحي على مهلك. كتير حلو، عم بقدر افتح تمي، عم بقدر احكي هلا. عمو، ما كنت عم بقدر اتنفس، عن جد مو طبيعي. هلا لحتى عرفت انه الحكي اهم من الاكل. هالشي بيعني اني رح اقدر كمل المراسم. شكرا عمو، لو ما انت ساعدتني. بس مو مشكلة. اهلا وسهلا. بعرف اني عم بالغ بردة فعلي، كنت رح اتصرف لو ما ساعدتني. انا لازم روح، لانه انا وعدتها لستي اني رح اقرا القصة وكمل المراسم. يلا. ليتني رايحة. نسيت الحلق تبع انفي. أنا رايحة. آسفة، مو بقصدي، أنا رايحة هلأ أعمل المراسم.